كان كابتن اشرف بيتكلم قبل طبعا ما نروح لبرج العرب على الضغط النفسي والعصبي اللي تعرضت ليه الفرقه الموسم الاخير، واللي انت شايف انه كان اقصى عليهم من ناحيه الاجهاد البدني او الضغط البدني. ده صحيح، لانه ضغط كبير جدا جدا موسيميني او مستر موسيميني من وقت ما جه، وهو مطالب ببطوله من اكبر بطوله في افريقيا، بطوله افريقيا يعني وقت التعاقد مع مستر موسيميني كان هذه البطوله. وبعدها تلاحقت البطولات، انت بتضطر تدخل النادي الاهلي، وده حال النادي الاهلي دائما، كل بطوله بتدخلها بتضطر انك عايز تلعب على او بتلعب على البطوله والاستمرار في المنافسة والاستمرار على الحصول على البطولات، وبالتالي الضغط النفسي والعصبي على مستر موسيميني والجهاز الفني واللاعبين أعتقد أشدنا بيهم كتير، ولسه هنشيد بيهم إن شاء الله كتير. أيوة. لأنه التعود على البطولات مش أي لاعب ممكن يتحمل ده. صحيح. وشفنا كتير جدا لاعبين فشلوا في النادي الاهلي لانه ما تحملش فكره الضغوط اللي احنا بنتكلم عنها. حقيقي حقيقي. وبالتالي لعيبه كبيره يعني، لعيبه امكانياتها يعني لا داعي لذكر اسماء، ولكن أيوة في أيوة. في لاعبين كتيره وكبيره واسماء كبيره ولاعبين مميزين جدا، ولكن ما قدروش يتحملوا فكره الضغط العصبي والنفسي على البطوله ده. لكن برضو النقطه دي لفتت نظري لفكره انه احنا دايما بنقول انه جزء كبير من 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 تكوين اللعيب المصري وده اللي بينجح فيه بعض الاسماء، يعني على سبيل المثال مش الحصر اللي نجح فيه مثلا كابتن شوقي غريب، خصوصا مع منتخبات الشباب في كاس عالم، بطوله زي كاس عالم. نجح فيه طبعا كابتن جوهري طبعا، كان استاذ في الحته دي. صحيح. كابتن حسن شحاته لما تولى مسؤوليه المنتخب، انه الجزء النفسي يعوض الى حد كبير لو في تراجع على المستوى الفني او البدني. صحيح. ويعوض الفوارق اللي ممكن تكون موجوده مع منتخبات اتقل منك. نقدر نقول انه مستر موسيماني رغم انه يعني بعيد شويه على التركيبه المصريه، لكن نجح في ده مع لعيبه النادي الاهلي. صحيح، نجح بشكل كبير جدا، وده اللي بيخلينا دايما نشيد بالجهاز الفني واللاعبين في الموسم اللي فات، لانه تحديدا الموسم اللي فات ضغوط كبيره جدا. العوامل كلها اللي اتكلمنا عنها في فريق كرة القدم من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين ما كانتش مكتملة بشكل كبير، وقلنا بعض العوامل اللي اختفت شوية، عدم وجود الجمهور والضغط الكبير جدا من المنافسين في شراء اللاعبين، وحاجات كتيرة اتغيرت عن زمان. أيوة. وسببت ضغط كبير جدا للنادي الأهلي، الإصابات الكتيرة اللي اتعرض ليها فريق النادي الأهلي، ضغط المباريات وبالتالي كان في ضغوط كبيرة جدا. السفر واحد طبعًا. من طبعًا. يعني طبعًا. السفر والترحال الدائم والمستمر ده يعني ضغوط كبيرة جدا، وبالتالي يستحقوا الإشادة بنسبة 100%. شايف ان الفترة دي كانت كافية لان يبقى في حالة استرخاء شويه، انك يعني انت ريلاكس بقى، افصل شويه، شد الفيشه بالظبط، وطلع الطاقه والشحنه السلبيه اللي جواك، وجهز نفسك وحضر نفسك انك تبتدي مشوار جديد. مع ده كان لازم تشكر مجلس الاداره، لانه مش بيفكر وانت شغال في هذه المرحله بس، انت بتشتغل كمان على المرحله اللي جايه، بتجهز فرقتك، جهازك الفني، جمهورك لمرحلة قادمة فيها بطولات كتيرة جدا. مظبوط. وبالتالي لو المجلس إدارة النادي الأهلي ما اشتغلش، طبعا كابتن محمود خطيب، وده اللي بيميز كابتن محمود خطيب في فكره المستقبلي لفريق كرة القدم، إنه أنا بفكر إزاي أطور، إزاي أساعد الجهاز الفني وفريق كرة القدم في إسعاد جمهور النادي الأهلي. أيوة. بهذه التعاقدات. مش ممكن تتولى مسؤولية النادي الأهلي وتبقى باصص تحت رجليك. ده يعني ده لازم يبقى دايما في رؤية وخطة بصه لقدام. دي نقط مهمه، مش هبالغ لو قلت يعني، على فكره وده برضه الناس ما بتاخدش بالها يعني. وده برضه بيميز نادي الاهلي كابتن اشرف. يعني الحقيقه النقطه دي تحسب والله، تاني انا بقول كلمه حق بعيدا عن انتمائي للنادي ده، انه ممكن تبقى في خطه بعيده المدى حتى وان كان الشخص اللي بيحط الخطه دي عارف انه ممكن ما يكونش في الوقت ده. صحيح. في موقع مسؤوليه. صحيح. فاهم قصدي؟ دي بتميز نادي الاهلي يعني حقيقي، يعني جيل بيسلم جيل. دي 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 دي, دي حقيقه موجوده داخل النادي الاهلي. وبالتالي مستر موسيميني اعتقد خد فتره راحه مهمه، كانت مهمه جدا جدا عشان يقدر يفصل. اعتقد التعاقدات الجديده وعوده بعض اللاعبين ادت مساحه كبيره جدا جدا لارتياحيه داخل فريق كره القدم في النادي الاهلي، لانه كان في مجموعه كبيره، كان في مجموعه مصابه، كان في مجموعه مستر موسيميني مش هقول مش مقتنع بيها، ولكن كان عايز افضل. التعاقدات اعتقد بنسبه
99% ما كانتش 100% لتغطية احتياجات فريق كرة القدم. وبالتالي أعتقد أنه بداية موسم يمكن كم على 10؟ يعني أنا شايف يعني علشان الوقت بس ممكن نديله 8 من 10. 8 من 10 عشان الوقت بس، عشان طيب. عشان ما خدش فترة راحة أطول أو استعداد أكتر، ولكن إجمالا أنا شايف أنه بداية موسم مميزة جدا، كل احتياجاتك موجودة، حصلت على بطولات كتيرة.